بصائر، حوار نهى وطرات مع الأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج بصائر اللي بيجيكم خلال شهر رمضان المبارك يوميا بإذن الله، معي أنا نهى سعدي وزميلي طرات سندي وضيفتنا الدائمة بإذن الله خلال الشهر أستاذة اعتدال إدريس. نرحب فيكي، حياك الله. نكمل القصة حقتنا، قصة القسيسين ولا القسيس؟ نعم. فاتفقوا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتفقوا معاهم أنه آخر شيء أنه يركبوا معاهم في السيارة ويأخذوهم للقرية الثانية. جميل. عشان هذا، لأنه كلهم الاثنين جايين لهدف، المسلمين جايين لهدف الدعوة للإسلام، والقساوسة هذول جايين لهدف التنصير، لأنه أفريقيا قارة خصبة ليهم أساس أنهم ينشروا فيها دينهم. يقول لما ركبنا في السيارة، فطول الوقت القسيس الإيطالي عرقان وتعرف مكسوف وخجلان من نفسه من الموقف، أنه هو رفض يساعدهم، وما مرت شوية حتى بيقول له دي أخلاقكم أنتوا، دي أخلاق المسلمين. الدكتور عبد الرحمن الله يرحمه يقول بعد فترة سمعت أنه ده القسيس وكل المجموعة اللي معاه أسلموا. فشوفوا سبحان الله العظيم كيف بالأخلاق. في دوبن برضو شفت مقطع لواحد قسيس كان بيلقي محاضرة في الكنيسة. نعم. بيقول جاتني حرمة عجوزة بتسألني سؤال، وأنا حقول لك مش ده السؤال. قالت له أنا بسألك سؤال، أنا مو بأجي هنا البيت عبادة. قال لها أيوة. قالت له شوف، أنا حرمة عجوزة، لما أوقف تاكسي، هو كانت لهجته زي الفرنسية أو شيء يعني من بلاد الأوروبية، أنا لما أوقف تاكسي وأجي رايح الكنيسة، إذا كان السواق مسلم أيوة. يقول لها إيش سواق التاكسي ما يرضى ياخد منها أجرة. ليش؟ يقول لها أنت زي أمي ورايحة مكان عبادة، فأنا ما حأخذ منك أجرة. طيب الله. ولو كان السواق مسيحي طيب يقول لها this is my job، يعني هذا شغلي أنا، ما لي دخل فيك. فتقول له ليش المسلمين بيسووا معايا كده، واللي معايا في نفس الديانة ما يحنوا عليا. فقاعد بيقول كلمة، بيقول إنه المستقبل لهذا الدين، لأن المسلمين صارت عندهم إيه حضارة بأخلاقهم، هم بيدعون الإسلام وهذا. فاللي إحنا بنقوله إنه أنتوا يا مسلمين اللي بتسافروا وبتروحوا وبتيجوا، أنتوا عليكم عبء كثير للدعوة. التصرفات الهمجية اللي بعض الأحيان بتحدث، لا مؤاخذة، التصرفات اللامبالية من تخريب، من عدم تمسك بالدين. ترى لا تفكروا أنك أنت لما ما تتمسك بحجابك، ولا أنت تخاف أنك تصلي عشان الأحداث، عشان لا لا، ده والله غير. ترى الناس بيحترموكم، بس أنت اختار المكان واختار الشيء اللي تتكلم فيه. ما يحتاج أنك أنت تقول في كل مكان وتبدأ تعمل شوشرة. ترى بأخلاقنا الحضارية وبأخلاقنا الدينية الإسلامية حندعو الناس للإسلام. هنا الناس اللي ما وصلتهم الدعوة، فما نقدر نقول إنه ربنا يدخلهم النار. وغير كده تصرفاتنا حيشوفوها، حيقولوا إيش الدين هذا؟ واحد أحسن. مالش شوي بس كلمة في نص عشان ماني قادر، يعني فضل. يعني فعلا كل واحد ممكن يقول يعني جات علي أنا إنه أيه. أنا اللي حأغير. لا أيوه، كل واحد لو كل واحد حيقول أنا جات علي أنا، يعني عمره ما حغير شيء. خصوصا الموقف هذا جدا مؤثر، لما تشوف نعم. موقف بيتعامل مع إنسانة ثانية بديانة أخرى أيه. بهذا التصرف الجميل، وعندنا إحنا بيننا وبين بعض المسلمين بنتعامل بأسوأ التعاملات أيه. يعني إحنا نحتاج للأخلاق الإسلامية، نحمد ربنا على النعمة اللي إحنا فيها. يعني بعدين في شيء تاني أقول لك يا ابني، دحين إحنا لو جيت سألتكم، أنا قلت لكم كم من الأشخاص غادروا مدنهم، يعني سافروا من بلادهم من المدينة اللي هم فيهم، هتلاقي كثير كثير من العرب غادروا المدينة اللي هم فيهم، راحوا إما مدينة تانية أو سافروا برا أو شيء. تعالوا لو جيتوا شفتوا أنتوا في أوروبا في أمريكا، ترى مو كل الناس بيغادروا المدينة حقتهم، مو كل الناس، يعني لا يغركم المدن الكبيرة، المدن الكبيرة الناس بيروحوا بيجوا فيها، ترى في مدن قديش كترها صغيرة، الناس ما وصلتهم الدعوة هناك، فما يعرفوا، فما نقدر نقول والله دولة كلهم حيدخلوا النار. صحيح. لأنه الإسلام منهج العدل والرحمة. في هنا حديث رائع جدا يقول لك، يعني طبعا يعني ما هو ذنب، أنا قبل ما أقول الحديث، ما هو ذنب هذا من باب العدل والرحمة، ما هو ذنب الإنسان ده أنه تولد في بيئة غير إسلامية. ليس من العدل ومن الرحمة أنه لما تولد في بيئة غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة أن ربنا دخله النار ما تجي، ليس من العدل.
ولا من الرحمة من الله سبحانه وتعالى. هو تولد في بيئة غير إسلامية ما بلغته الدعوة، إذن يجب أن يمتحن إيش يوم القيامة. الحديث اللي يقول لك إيه عن الأسود بن سريع أن نبي الرسول نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. هدول الأنواع دي. فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، هذا يعني مسكين ده يقول أنا ما أسمع شيء، أنا ما أعرف شيء، أنا ما أعرف شيء عن الإسلام. طبعا مو زي دحين اللي فيه موجود الآن السبل إنه يقرأ وهذا، بس واحد لو كان أصم ما يعرف أنت شو بتتكلم، طب هذا ما سمع عن الدين، هذا ربنا حيدخله النار؟ ما تجي صح ولا لا؟ ورجل أحمق اللي هو زي المجنون تصرفاتها وجاءه تفكيره. أيوة. لا غير الأحمق اللي نسميه يعني الأحمق في اللغة العربية اللي يكون مثلا مجنون فاقد العقل. طيب فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبحر، يعني أنا ماشي زي الدرويش زي هذا ما أعرف. أيوة. فكيف أنا كيف تحاسبني؟ وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، جاء الإسلام هو عمره فوق 90 هو إيش ما يعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما آتاني من رسول. طيب هذول كل واحد هل يعقل دول الناس؟ احنا نقيس عليهم الكفار اللي ما وصلهم الدعوه، هل يعقل دول الناس يدخلهم ربنا النار؟ طب يقول لك انا يا ربي انا ما اعرف شيء عن الاسلام، انا ما ادري عن شيء. فايش يقول لك؟ فياخذ مواثيقهم ليطيعوا، ياخذ عليهم الميثاق انكم حتطيعوا الله سبحانه وتعالى. هنا الامتحان. يعني الان عرفت انه كان في... ايوه في يوم القيامه، الان في يوم القيامه الاحمق حيعقل والاصم حيسمع. نعم. والهرم حيرجع شاب ويفهم. طيب واهل الفتره الان جاك هذا ياخذ الله سبحانه وتعالى عليهم المواثيق. ايوه احسن. ياخذ عنهم فيرسل عليهم ان ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيدي لو دخلوها لكانت عليهم ايه بردا وسلاما. هنا الاختبار. طب تعال في كمان اولاد المشركين الصغار اللي ماتوا. طيب هدول يدخلوا الجنه ولا يدخلوا النار؟ هم يقول لك هدول، طب هدول اولاد مشركين. فهنا برضو أطفال يعني. أحسن. أيوة. يوم القيامة رعين. برضو كلهم إيش يمتحنوا في الآخرة. فهنا سبحان الله العظيم في المنهج العدل الرباني والرحمة إنه لا يعقل أن يعاقب إنسان على ذنب لم يقترفه سوى أن الله سبحانه وتعالى أوجده في بيئة معينة أو ولد الإنسان كافر أو يعني بعض الأحياء ناس الجهال لهذا. فهنا نقول في امتحان ليهم. نعم يا طيب دائما نحن في هذه النقطة يعني عندي سؤال بس صغير سريع إن شاء الله. واضح إنه عندك سؤال. فضل فضل. يعني موقف بيصير عندنا في مجتمعنا بين الشباب أو البنات حكاية الدعاء على اللي هم غير مسلمين. إيه. بشكل عام بشكل عام. الله مدري إيش. أي. الله مدري إيش. بنستسهلها. هل هنا هذا هو الغلط؟ شوف الدعاء عليهم هنا الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكانوا إيه يعتدون. فإذا الدعاء هنا عليهم للي بيعتدوا. حلو. طيب أما من لا يعتدي لأنه ترى يعني هل في حكم طيب أنه إثم نعم. علي لو نعم أيوه يعني لو صح ندعي له بالهداية لا شوف اللي بيعتدي زي مثلا تعالى أقول لك يعني نفترض اليهود اللي في المسجد الأقصى وبعض الأحيان اللي هم اللي النصارى اللي بيأذوا المسلمين وبيقتلوهم هذا اللي بيعتدوا. أما إنسان عادي ترى أهل الذمة يعني إن شاء الله بإذن الله حتجينا من الشبهات إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عامل أهل الذمة، كيف كان يعاملهم. حتى كان يقول من آذى ذميا فقد آذاني، وكفل لهم حق الحماية وحق الرعاية وحق النفقة وحق الدفاع. كفل لهم دي الأشياء كلها، إذن لهم كامل الاحترام والتعامل الحسن. كامل الاحترام كله كامل الاحترام وكامل التعامل الحسن وكامل الحماية. طالما أنتم معانا في أرضنا نحن نحميكم كما إيش نعم. كما نحمي مواطنينا ولكم الحق في الأموال اللي حقتنا. طالما أنتم لا إكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراها في الدين، أنت لك الحق أنك أنت تقيم في هذه البلد في أي بلد وأنت محتفظ بدينك. جميل. أنا بس ماذا نعطل يعني أنت لو أذيته بكلمة ممكن تجرحه، يعني أكيد أنه لما تيجي تدعي عليه أو تيجي تتكلم معه أو تزعجه أو تضايقه ما استفدت شيء. صحيح. يعني ما شاف فيك خير ساعتها. انت ما بينت اخلاق حلوه فيك،
باي صوره ولا بينت اخلاقي سيئه. ايش احنا بنرد هو قصد قدامهم او من وراهم ايه؟ وغير كذا حتى لو على سبيل المزاح كثير ايه؟ بتنقال صحيح صح. يعني عشان كذا يعني اقول لك مره برضو في قصه كانوا في شباب مبتعثين وكان معاهم طالب ياباني فلما كان بيسوي حفلة التخرج حقتهم وعزموا الياباني فجاء الياباني طبعا هو ما هو بيفهم اللغة العربية فكان الكلام اللي بيتكلموا كله استهزاء وسخرية بهذا الإنسان شكرا لك يعني يعني شو شوف شوف التعامل السيء اللي أنت قاعد بتقوله بالطريقة يعني طبعا الرجل يعني ما كان فاهم وكان أصحابه بيضحكوا على الكلام اللي هو بنقال بعد كده يعني لما فهم شوفوا قديش شوهوا صورة الإسلام قديش يعني منعوا إنسان إنه هو يسلم بالضبط عشان كده بقوله ما حتستفيد شيء حتخسر وتبعده أكثر وإذا كان فكر شوية إنه يعني أنت بتشيل أخلاق حلوة ما حيفكر أبدا إنه هو يكون قريب منك ولا قريب من أي شيء يخصك فإذا هنا يعني يدعو الإسلام عندنا الآن في شبهتين كده صغيرة وممكن نكمل عليها هذه في ناس كثير بيقول لك لما الآية نزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فإيش يقول لك كيف طيب حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة أنا أحكي لكم الحكاية كيف كانت أساساً الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يصلي ناحية الكعبة صح ولا لا لما راح المدينة هناك لم يؤمر أن يتجه إلى الكعبة ولكن أمر أن تكون قبلته إلى بيت المقدس جميل فجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عدة شهور وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس إذا كان في مكة أو يعني لما كان في مكة يعني عند قريش في مكة لما كان في مكة بهذا كان يصلي ناحية الكعبة ناحية الكعبة إيه؟ ولما ننتقل إلى يثرب صلى 16 شهر أو 17 شهر وهو يصلي جهة بيت المقدس أصلاً أنت الحين لما تجي توقف مثلاً تبي تصلي الكعبة قدامك ترى بيت المقدس بيكون وراك في القبلة لما تجي تصلي طيب إذا كانت القبلة أمامك كده فبيت المقدس وراك فهو الرسول صلى الله عليه وسلم راح المدينة أمر بالتوجه لبيت المقدس فكان صلى 16 شهر أو 17 شهر يعني تخيل سنة وأربع شهور أو سنة وخمسة شهور هو يصلي ناحية هذا وكان يشتاق أن تكون قبلته إلى إيه؟ إلى الكعبة ولكن لم يتكلم ما قال أي شيء فلكن كان ينظر إلى السماء يتمنى أن يستجيب الله أمنيته ويرجع إيش قبلته إلى الكعبة هل كان في سبب واضح سبب أمنيته؟ هو حب الكعبة لأنه يعني أحب بلاد الله إلى الله سبحانه وتعالى أول قبلة بدأ فيها أول نعم هي أول قبلة فطبعا لما راح المدينة هناك اليهود فرحت إنه الرسول صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت إيش إلى بيت المقدس فلما نزلت الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها يعني حنعطيك شوف محبة الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيش فولي وجهك فين شطر المسجد الحرام قام ارتابوا اليهود إيش قالوا اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها طيب إيش السبب اللي خلاهم إنهم إيه يتولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها فنزل الله الجواب سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الاتجاهات كلها لله المشرق والمغرب كلها ملك لله فهو سبحانه وتعالى الحاكم المتصرف فيها والأمر كله بالله العبرة مو بالاتجاه بالمشرق والمغرب العبرة بطاعة الله وامتثال أمره فالله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وفي الآية اللي قبلها هناك وحيثما كنتم شطرها الهاء قبل أن تكسر المسجد الحرام أيوة وفي الآيات اللي قبلها بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الآيات اللي قبلها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم إيه فثم وجه الله طيب ففي كل مكان فلو وجهت وجهك في أي حتة كانت أنت تتوجه لله لكن لما نزل الأمر خلاص بالتوجه للكعبة كلنا إيش يعني نستجيب ونتوجه إلى الكعبة نمتثل هذا الأمر نمتثل الشيء الثاني أنه كان في امتحان للناس واختبارهم لأنه هنا فيه رد على اليهود والمنافقين والمشركين لما الله سبحانه وتعالى حول الكعبة من بيت المقدس إلى
حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فيها اختبار. فبعض الناس سألوا قالوا له طيب يا رسول الله صلاتنا اللي صليناها أول مقبولة ولا لا؟ طيب فكانت طبعا هي الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. فحتى أهل النفاق قالوا لما حولت القبلة ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هنا ومرة إلى ها هنا. والمسلمين زي ما قلت لكم الحديث قالوا فكيف بإخواننا الذين ماتوا وقتلوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ هذول المسلمين. وقال أهل الشرك كما رجع محمد إلى قبلتنا فسيرجع إلى ديننا. شوف الفتنة. شايف؟ إذن أهل النفاق قالوا دو أي حاجة بسيطة فأهل النفاق قالوا له إيش بيحولنا مرة هنا ومرة هنا؟ والمسلمين قالوا طب اللي ماتوا واللي انقتلوا واللي صلينا الصلوات اللي فاتت إيش صار فيها؟ والمشركين قالوا زي ما رجع لقبلتنا اللي هي الكعبة حيرجع لديننا. طيب أهل الإيمان الكامل الصادق واليقين الصادق قالوا إيه؟ إنه كل هذا حق من عند الله وأنهم سمعوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوه. فإذا كان تحويل القبلة حكم عظيمة يظهر فيها حال من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعه ويستقبل معهم حيث ما يكون. طيب وإن كانت لكبيرة إلا على الذين إيه هدى الله وما كان الله إيه ليضيع إيمانكم. ربنا ما حيضيع إيمانكم اللي آمنتوا فيه هذا ما حيضيعه. فحتى أما الذين في قلوبهم مرض طبعا فكانوا يشكوا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيش وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فسبحان الله العظيم هذا هو القرآن لما حتى يقول لك إنه الله سبحانه وتعالى إنه صلاته ما تروح وما كان الله ليضيع إيمانكم. الشيء الثالث إنه اليهود ترى كانوا عارفين في كتابهم إنه القبلة حستوجه إلى الكعبة. عارفين في كتابهم مكتوب في توراتهم. طيب فكانوا إيش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا مثبت طبعا في القرآن الكريم أنه كانوا يعلموا بهذا كانوا يعلموا. يقول لك اليهود سبحان الله العظيم يعرفون أنه هم كتموا الحق وحسدوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يعلموا عن أنبيائهم أن الله سيوجه نبيه إلى قبلة البيت الحرام. لذلك ستقول الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وفي آية ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هذه كلها سورة البقرة. في سورة البقرة نعم. فالشيء الرابع لكل أهل ملة قبلتهم لكل أهل ملة قبلتهم. أيوة طيب فعندكم اليهود والنصارى قبلتهم في بيت المقدس. طيب هم ليهم هناك القبلة حقتهم. فإذا المسلمين يجب أن تكون ليهم قبلة مختصة بهم وهي فين؟ الكعبة وهي الإيش بيت الله الحرام. سبحان الله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم ما قدروا يقولوا له شيء إنه كان يخبرهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن هنا الدليل على نبوة الرسول إنه الله سبحانه وتعالى نقل كلام السفهاء منهم. فهذه الأمور كلها اللي تبين لنا إيش الحكمة من تحويل القبلة. سبحان الله العظيم إنه يعني فيه استطرادة بسيطة إنه كيف اليهود يعرفوا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم في كتابهم معروفة. لما صفية بنت حيي بنت أخطب اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم متى؟ لما فتح خيبر. صفية كانت بتحكي طيب إنه لما تقول لك إنه أبوها حيي بن أخطب وعمها كانوا يحبوا صفية أكثر واحدة عندهم كانوا يحبوها أكثر شيء. وتقول كل ما يجوا كل ما يجوا وتجي تستقبلهم اللي يشيلها واللي يدلعها وكله. لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء على المدينة هاجر للمدينة فحيي بن أخطب شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وعمها راحوا شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم شافوه.
لما رجعوا كان الهم على وجههم. فتقول صفية جيت أنا أبغى إيش؟ أبغى أكلمهم، ما حد فيهم شالنا ولا حد فيهم قال لي ولا شيء. فتقول سمعتهم يقولوا أهو هو هو هو. قالوا نعم هو 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 اللي موجود صفته عندنا. قالوا طب إيش هتسوي؟ قال له عداوته أبد الدهر. مع أنه عارف أنه هو ده صفته اللي جات في الكتاب عندهم في التوراة. قال له عداوته أبد الدهر. ده حتى لما قبل فتح خيبر صفية كانت دوبها عروسة جديدة، لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر وسبيت صفية، فكانت في سهم واحد من الصحابة، فجاء صحابي تاني لم لا يحضرني الاسم الآن، قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي يا رسول الله صفية اللي هي بنت سيد القوم وقعت في سهم السائب، واحد من الصحابة اسمه السائب، فقال له يعني لو تأخذها تختصها نفسك لأن هي بنت سيد القوم فهي أفضل منها تكون عند واحد راعي غنم يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للسائب، قال له تعطيني صفية وأنا أعطيك بدل منها جارية، فإيش فوهبه هي. أيوه. فصفية لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، هو تزوجها وكان مهرها إسلامها، وعتقها وتزوجها. فرأى في خدها بقعة زرقة حقت كف مظبوط، فيعني من جد يعني كف مو سهل. فقال لها منها من فين دي البقعة؟ قالت له قبل ما تيجي أنت شافت في النوم أن القمر وقع وجاء في حجرها، أن القمر جاء وقعد في عبها. فقامت من أخبرت زوجها بهذه الرؤية، فتقول فلطمها لطمة. فقال لها أطمعتي في هذا الرجل اللي خرج حق العرب؟ طمعتي فيه؟ هذا أبوها، زوجها، هذا زوجها، زوجها نعم هذا زوجها. فيقول لها أطمعتي في هذا الرجل؟ طبعا أعطاها الكف هذا فيه. فنقول لك شوفي كيف سبحان الله العظيم اليهود هم بيعرفوا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هضطر أن نختم يعني لأنه عندنا حلقة إن شاء الله هذا يوم بكرة هنقول فيها كل باقي الشبهات. معكم طرات سندي، زميلتي نهى سادي، والأستاذ اعتدال إدريس في بصائر. نشوفكم بكرة.